بعد معارك قويه ضد قوات المعارضه السوريه داخل مدينه سراقب بريف ادلب الشرقي، سيطرت قوات النظام بمسانده مقاتلين روس وميليشيات مدعومه من ايران على المدينه. بعد تكبد قوات النظام خسائر وصفتها المعارضه بالكبيره. قوات النظام وسعت كذلك سيطرتها في محيط المدينه وسيطرت على بلدات ترمب وجوباس وكفر بطيخ وسط محاولتها التقدم على محور افس سيطره تبادلتها قوات النظام وقوات المعارضه مرتين في اقل من شهر وهو ما يعكس اهميه سراقب سواء كبوابه لمدينه حلبه التي يسيطر عليها النظام أو لمدينة إدلب في الغرب التي تسيطر عليها المعارضة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت بدء نشر شرطتها العسكرية في سراقب عصر يوم الاثنين. وهو ما نفاه الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية الذي قال إن الصور التي بثها الروس مفبركة وإن مجموعات من الجيش الوطني والفصائل الثورية لا تزال في سراقب. من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات المعارضة تحاول استعادة السيطرة على سراقب، وإن طائرات مسيرة تركية لا تزال تقصف مواقع قوات النظام السوري على الجبهة في سراقب، وإنها أصابت منصتين للصواريخ على الأقل. في غضون ذلك، اعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي واصابة اخر في قصف مدفعي لقوات النظام استهدف افراد الجيش التركي الذي رد بدوره بشكل كثيف على اهداف قوات النظام بالمنطقه ودمرها بالكامل في تلك الاثناء افادت مصادر صحفيه بان قوات المعارضه سيطرت على قرى وبلدات حزارين والبريج ومعاره مخص في ريف ادلب الجنوبي المصادر أكدت كذلك أن غارات روسية على بلدة الفوعة بريف إدلب شمالي سوريا أدت لمقتل تسعة مدنيين وبينما تتواصل المعارك في جبهات القتال شمالي سوريا تبقى العيون شاخصة نحو قمة أردوغان بوتين في موسكو في الخامس من الشهر الجاري والتي أكد الطرفان في تصريحات سبقتها أنهما يأملان التوصل بعدها إلى وقف شامل لإطلاق النار في إدلب